حاليا المشكله اللي نواجهها بالشقق الخضراء هي الكهرباء. انا من غير منطقه الصراحه، يعني اكو مناطق يجي بيها الكهرباء زين واكو مناطق لا، بس هنا بشقق الكهرباء والله صار يعني فتره كثيره الكهرباء، يوم ثلاث ايام تقريبا كان يوميا يجي من الصبح لليل، هسه ما يجي ولا بسرعه ما وصلت كلها. هو بالبدايه تحسن الكهرباء وشفنا يعني الكهرباء انه صار زين، يعني باليوم تقريبا يجي 12 ساعه من الصبح الى الليل ما يطفي، بس هسه شو فجاه شو الكهرباء اختفى. قبل كان انا اكو استثناء على الكهرباء على الشقق، هسه انا عاني من عدا حيل حيل، والمولدات همينه مثلا يجي الوطني ما يعوضون. ايه من ناحيه الماي والله الماي زين زين الماي الحمد لله الماي، بس الكهرباء حيل حيل تعبان والله. الكوادر البلديه تزوركم؟ ايه تجي لازم الكوادر البلديه زين تجي، بارك الله بيهم وبيكم انتم، نتشرف بكم انتم قناه الموصليه على الراس على العين وعلى الراس. الماي دا يجي جانبين، هذا جانب يجي فيه بس جانبنا مدى يوصل نهائي، يعني هاي من تحرر لحد الان، اذا يجينا بالشهر مره، يجينا ساعه ساعتين وينقطع الماي. صاركم متحررتم لحد الان ماي. اخي الماي هذا جانبين، هذا جانب يجي بيه مي بس هذا الجانب ما يجي بيه المي، يعني اذا يجينا بالشهر بالاسبوع مره ساعه ساعتين وينقطع. زين شلون عتعيشون؟ والله على بيارك ماي البير؟ اي والله على ماي البير. لا والله زين، يعني نشرب البير اليمنى ومن عيجي المي الرئيسي نعبي بجريكانات مي حلو نشرب منه. البيحة انها كله جاء بعدين جاء بالليل مرة وحدي وش الصبح جاء بيحة، يعني ابد ما جاء بالنهار. زين الماي شلون عندكم؟ الماي يعني وسط. خدمات البلدية يعني. البلدية والله ده حق يخدمون بس ما نفهم مضبوط ده حق الأوسخ. أشخاص سالم ما جاء؟ هاي البلدية أشخاص سالم من اول بيحه، يمكن المحاويه من تليه اوسخ قد تغشى على المزهريه. ايش طالبين؟ نطالبين طبعا بالتنظيف، تنظيف المنطقه والماء والكهرباء، ولو الماء شويه احسن من قبل. احنا نشكر قناتكم، نشكر قناتكم الموقره، احنا اهم شيء عندنا المي، المي هذا المشروع مالنا، اذا ما يجي وطني عليه ما يضخ مي على هالمنطقه ابد ابد ما يجينا. وبعدين احنا عندنا استثناء بالاخص بالصيف، يعني بالصيف هاي الشقق نار نار الصيف، ما حد يقدر ماكو يقدر ينام. كهرباء ضعيفه ساعتين ساعتين كل 24 كل 12 كل 24 كل 16 ساعه يجينا ساعتين، واحنا نريد يعني شويه تحسين بالكهرباء بالاخص الليلي. يعني بس الشقق الخضراء لو الاحياء اللي يمها مجاوره احنا الخضراء احنا بس بالنسبه للشقق يعني شيء لك لان ماكو لا سطح لا حوش ما يقدر يطلع عليه. والله الكهرباء يعني قبل ثلاث ايام اربع ايام لا باس جيد جدا، يعني تقدر تقول جيد على المولده على الكهرباء جيد، اما بالنسبه للمي والله هي يعني ايش اقول لك يعني حيل مو زين على بيار، يجي مرات يجي من يجي حتى كهرباء ماكو احد ما يقدر يصعد مي. بعض المواطنين استنجدوا بقناه الموصليه وقالوا استغيثونا من ناحيه الكهرباء ما عيصلنا نهائيا، اكو هيك شيء؟ والله قاعد يجي، جاء البارحه يمكن ساعتين، جاء ساعتين جاء بثنتين، جاء يجي ساعتين ويطفي. الفتره كلش خلي يجيكم؟ قبل فتره لا كل ست ساعات، كل ثمان ساعات، كل عشر ساعات نوبات ما يجي. قبل اسبوع كان الكهرباء زين عندنا، يعني يجي ثمان ساعات ساعات يجينا زين ويطفى يطفى ويطفى بالنهار يطفى، بالليل ما يطفى عندنا، ثمان ساعات سبع ساعات العالم مرتاحه منه، بس هاي صار تقريبا اسبوع انقطاع مو بانصاف نهائيا، يوم وليله تجينا ساعتين لو ثلاث ساعات، ساعتين ثلاث ساعات، لو بالنهار لو بالليل تجينا، اما كهرباء يعني صفر حال الحاضر صفر.